عجيه وقال أنا الكرمة الحقيقية، كنت كمال الأبصار ولازم تثبتوا فيا. الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم، بتذيع بشرى وسرور وبتطرد كل هموم. هللويا، مبارك اسم الرب. احبائنا مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، اهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكارما مباشر. في بداية الحلقة احب اقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين. عيد قيامة مجيد، المسيح قام، حقا قام. المسيح قام واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. في بداية الحلقة احب ارحب بضيوف حلقتنا النهاردة اللي جايين النهاردة مع حضراتكم نقدم كل الشكر والعبادة والتسبيح والسجود لإلهنا العظيم المقام من الأموات، الذي غلب الموت وقام ظافرا، وقام وجلس في يمين العظمة في الأعالي، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. أحب أرحب بحبيبتي الغالية اللي الرب بيستخدمها هي وزوجها الغالي في كل مكان، في كنيستهم بركة، في الكارما بركة، وفي كل مكان في العالم. حبيبتي الغالية المرنمة الجميلة لورا البيزي، أهلا بيك يا لورا. أهلا بيك أخت منال، وأهلا بكل المشاهدين الكرام اللي يتابعونا. كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل المشاهدين طيبين. المسيح قام، حقا قام. وانت طيبة حبيبتي. آمين. أنا مش بس يعني ببارك الرب وبعزم الرب لفلورا أنه الرب اداها نعمة واداها موهبة الصوت الحلو وأنها تسبح وكمان تقود التسبيح، لكن الرب اداها مسحة خاصة وبيديها كمان كلمات خاصة وترنيمات خاصة وكلمات خاصة، وهتسمعنا النهاردة ترانيم جديدة الرب اداها لها. ببارك الرب يا لورا اللي فيكي، وبصدق الرب يستخدمك النهاردة. شكرا لك، الرب يباركك. عايزة أرحب بأخويا جوني الغني عن التعريف، قائد التسبيح والعازف والواعظ، حاجات كتير قوي عايزة أقول، والمصلي. ربي يباركك يا جوني، مبسوطة قوي تكون موجود معنا أنت ولورا. أنتوا بركة ليا وبركة للكارما، والناس كتيرة بتشوفكم وبتتبارك بوجودكم دايما. ثانك يو أخت منال على الاستضافة. احنا كمان سعداء نكون معاك مرة ثانية، ودائما سعداء نكون بالكارما. كل سنة حضرتك طيبة وكل أعزاء المشاهدين بخير. حضرتك طيب. متحمسة قوي. المسيح قام، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. الرب يجهز لنا النهاردة أقامة من كل موت. النهاردة في تفعيل لعمل القيامة بقوة في حياتنا وحياة كل اللي بيشاهدونا باسم الرب يسوع. بس قبل ما ندخل في الموضوع ونتكلم عن صليب المسيح وعن قيامة المسيح، عايزة نبتدي بعبادة وتسبيح لرب. نقول له شكرا، ممنونين يا رب لعملك وفدائك لنا على الصليب. آمين آمين. أخت منال، خلونا كلنا مع بعض نشترك بهاي العبادة اللي نقدمها من كل قلوبنا للسيد الذي قام وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. مكتوب في إشعياء 53: هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. إحنا شفينا بحبر المسيح. المسيح شفاك. لو لم تختبر الحرية في المسيح، اليوم هو يوم مقبول، اليوم هو يوم خلاص. يسوع فاتح الباب، فاتح ذراعيه إلك. أنت اللي دا تشاهدنا في هذا اليوم، تعال ارفع قلبك معي ونقول له هاي الكلمات: مجدا للحمل المقام من بين الأموات.
جديدا وملا بالروح
حبيبنا الغالي ومخلصنا وابن الله، وحياتنا تنادي مجدا ليسوع، نشهد عن ربي وفادي بموت وهبنا حياة، مجدا لملكنا الرب يسوع رب الوجود، نهتف لفادينا بأغانينا وعلينا يسود، ونفرح قلبه ونعلي مجده، دامت علشاننا ويستحق كل سجود، مجدا لملكنا الرب يسوع رب الوجود، نهتف لفادينا بأغانينا وعلينا يسود، ونفرح قلبه ونعلي مجده، دامت علشاننا ويستحق كل سجود، والسما نملاها تسبح ليسوع، ترنيمة جديدة للخروف ليه السلطان، نهدي له كرامة نسجد بخشوع، وتمجد اسمه كل خليقة وكل لسان، مجدا لملكنا الرب يسوع رب الوجود، نهتف لفادينا بأغانينا وعلينا يسود، ونفرح قلبه ونعلي مجده، دامت علشاننا ويستحق كل سجود، مجدا لملكنا الرب يسوع رب الوجود، نهتف لفادينا بأغانينا وعلينا يسود، ونفرح قلبه ونعلي مجده، دامت علشاننا ويستحق كل سجود. آمين. هاليلويا هاليلويا، دامت عشاننا ويستحق هللويا كل السجود، الرب كل الكرامة والسجود هاليلويا والعبادة لي وحده. إذا روح لجاني في الصليب، تغير وضع ومصير البشرية كلها، من بشرية ساقطة محكوم عليها بالموت، محكوم عليها بالناموس، لم توفي أبدا عدل الله، ولا تستطيع الوقوف قدام قدسته وعدله، لكن الله قدم ابنه، قدم ابنه للموت من أجلنا علشان يشيل كل عقاب كل عقوبة ويوفي العدل الإلهي. أمين. في الصليب ظهر حب الله الكامل للبشرية، الحب اللي بلا حدود اللي بذل الله لأجل العالم، وفي الصليب ظهر عدل الله الكامل في بموت المسيح عننا. زي تغير وضعنا في الصليب، الأمر اللي ما نقدرش نعيش، فيش مسيحية من غير صليب وقيامة، واللي ما نقدرش نعيش أبدا من غير عمل وقوة الصليب دي، في كل يوم لازم نفكر نفسنا أنا كنت إيه في الصليب، اتغير وضعي إزاي. آمين. مرة ثانية سعداء نكون معاك كمان أكتر، ونكون في الكرمة ونتكلم عن أروع قصة، أروع قصة حب وأروع قصة عطاء شافتها البشرية، ومش راح تشوف واحدة ثانية زيها، لأنه مثل ما تفضلتي الله قدم ابنه الوحيد كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط لكن لخطايا كل العالم. وأنا أحب أبدي بجملة أحب أكررها كثير، أنه الصليب غيرنا ولم يغير الله، فموقف الله من الخطية لا زال ثابت. الخطية خاطئة جدا، الخطية هي تعدي، الخطية هي تدنيس وتشويه للإنسان وكل ما خلق الله. لذلك الصليب غيرنا، الصليب أعطانا، طبعا الصليب وقيامة المسيح، ولما نذكر الصليب يعني عمل الصليب ورسالة الصليب وليس الخشبة في ذاتها، حتى لا نكون يعني غير واضحين للأحباء اللي هم من خلفية أخرى. احنا نتكلم عن رسالة الصليب ورسالة الإنجيل والمقام من بين الأموات اللي كان مصلوب. غيرت الإنسان ولم تغير الله، نعمة الله غيرت الإنسان ولم تغير الله. الخطية لازالت خاطئة، الخطية لازالت تعدي زي ما ذكرت، والله لازال قدوس. لذلك احنا تغيرنا لكي نكون مشابهين الله في القداسة، وليس الله تغير وتنازل عن مبادئه
في الصليب لكي ما يتماشى مع الإنسان، بل بالعكس مثل ما هو عنوان الحلقة، الرب يسوع قام وأقامنا معه، لم يمت ليبقى ليمكث معنا في الموت، لكنه قام وأقامنا معه. هذه رسالة المسيحية، وزي ما ذكرتي لا يوجد إيمان قويم بدون الصليب والقيامة، فهم أركان أساسية. إن لم يكن يعني لم يكونوا الركنين الأساسيين بالمسيحية، لأنه كل الأديان إن كنا اعتبرناها أديان أو لم نعتبرها تقوم على السلام والخير والإله اللي هم بيعبدوه، هو يعني نوعا ما فائق للطبيعة وعنده قدرات وعنده إمكانيات والتعاليم، يعني المنطق البشري والحكمة البشرية والسلام اللي يحاولون يتكلمون به. لكن المسيحية تختلف جدا، ولا يمكن أن توضع، حتى لا يمكن أن تسمى دين. يعني كنا نعرف أنه هي حياة، وهي علاقة حية حقيقية مع الخالق ومع المعبود. لذلك رسالة الصليب هي لب رسالة الإنجيل. والرب يسوع في كل مرة تكلم عن الصليب كان يضع نفسه في الموضوع، لأنه هو الوحيد القادر أن يقف أمام عدالة الله، وأن يقف أمام كل، يحمل كل التجاوزات والتعديات اللي الإنسان قام بها من آدم إلى آخر إنسان راح يكون موجود على الكرة الأرضية، لأنه بكل بساطة هو الله الظاهر في الجسد، والتجسد هو لسبب لغاية الموت. فهو لم يتجسد يعني بلا سبب، لكن تجسد لكي ما يذهب إلى الصليب، لأنه الله روح. رب يسوع هو يكلم السامرية الله روح في يوحنا 4، والذين يسجدون يسجدون بالروح الحق. لذلك الروح لا يمكن أن يصلب، اللاهوت لا يصلب، الناسوت هو اللي وضع على الصليب، هو اللي صلب، هو اللي دفع ثمن خطايانا. وطبعا اللاهوت لا يفارق الناسوت، احنا يعني متأكدين من هذه العقيدة وثابتين فيها. رب يسوع هو يتكلم عن حياته، يتكلم عن يعني واحدة من التشبيهات الرائعة اللي أنا أحبها كثير، اللي ذكرها بيوحنا 12 قبل عيد الفصح. أعتقد يوحنا 12 وعدد 19 لما المسيح ابتدى يتكلم عن موته. صح، قبل عيد الفصح أعتقد بيذكر 6 أيام ابتدى يتكلم لما اليونانيين أتوا لفيلبس ويريدون يشوفون آية ويطلبون آية، والرب يسوع بكل وضوح يعني تكلم عن حبة الحنطة، وشبه حياته وشبه مجيئه وشبه موته بحبة الحنطة التي إن لم تقع وتمت لا تأتي بثمر، لكن تبقى وحدها. وهذا كلام كبير جدا، بالرغم أنه هي حبة حنطة، لكنه في تعليم وفي تشبيه رائع وكامل عن شبه نفسه بحبة الحنطة اللي فيها الحياة. حبة الحنطة لو نظرنا إليها هي ناشفة، وهو هذا كان الناسوت في نظر الناس، كان هو إنسان عادي وليس له أين يسند رأسه. ولما سأل بطرس، أو بطرس سأل أن تدفع جزية، يعني حتى ما كان معه enough to pay. بس في ذات الوقت في هذا القشر اللي نشوفه في حبة الحنطة نرى القوة، نرى اللاهوت، نرى الحياة. لكن هذه الحياة لا يمكن أن تثمر بحياة أخرى إن لم تقع وتموت تدفن. وأنا الفترة الفاتت كنت أتأمل يعني كنت في مكان فيه أشجار كثيرة، وكنت يعني ذهبت في خيالي بعيدا، وكنت أتأمل هذه الحدائق، هذه يعني الجنائن، أول ما بدت وكأنه كانت مقبرة. ليش؟ لأنه زرع والبذور، طبعا في نباتات تزرع يعني أشجار صغيرة، لكن أنا أتكلم عن اللي تزرع من البذار. لو نظرت لهذه الحدائق في بداية تكوينها كأنه مقبرة، أرض فارغة، لكنها ليست فارغة. في تربة هذه الأرض هناك بذورك، وفلاح ماهر حرث الأرض زرع هذه الحبوب، وهو في انتظار أنه تنبت وتأتي بثمر. ودفنها وغطاها، ودفنها واختفت عن الوجود. وهذا اللي هذا الشيء اللي الرب يسوع اختفى 3 أيام عن الأنظار، وسبب ارتباك كبير للشعب وللتلاميذ، كانوا مرتبكين، كانوا يعني صاحب القوات وصاحب الإقامات من الموت، يعني كيف ممكن أنه يموت
وهو في إحدى الأماكن قال لبطرس لست تفهم أنا صانع. صح ما كان يتكلم عن هذا الأمر، لكنه في كثير من الأمور كانت لستم تفهمون ما أنا فاعل، لكن ستفهمون فيما بعد. لذلك حبة الحنطة اللي شبه نفسه وضعت في القبر، وضعت 3 أيام، وإحنا توقعنا أنه انتهى الأمل، أو التلاميذ توقعوا أنه that's it it's done، المعلم اللي إحنا تبعناه تركنا كل شيء واحتملنا الاضطهاد واحتملنا الكلام السيء، يعني it's over. لكنه وهو في القبر كانت الحياة تعمل فيه، هو في القبر كان اللاهوت يعمل، كان هناك دفع للثمن، كان هناك تأسيس للملكوت الجديد، تأسيس للخليقة الجديدة. لذلك حبة الحنطة أول ما تنبت راح تظهر النبات وتظهر السنابل، وبعدين نبدي نشوف حبوب القمح والحنطة وهي تلون هذا النبات اللي كان ميت. حبة واحدة، واحدة من الأمور الرائعة، حبة واحدة كنت أدرس عليها، حبة واحدة ممكن، يعني السنبل الواحدة ممكن تحمل 80 أو 85 حبة حنطة، حبة واحدة. احنا نتكلم عن حبة واحدة مجردة من عالمنا الفاسد، لكن ربنا يسوع أتى من العالم الفوق. يوحنا قال الذي أتى من فوق هو فوق الجميع. لذلك الحبة هذه كانت عجيبة، حياة يسوع كانت عجيبة، بموته نبتت الحياة لكل واحد بينا. والمثير يعني للاستغراب والعجبة أنه لازالت هذه حبة الحنطة تثمر من 2000 سنة إلى اليوم. نشوف ناس ينالون الخلاص، ينالون الخليقة الجديدة، يتمتعون بما فعله الصليب يسوع على الصليب وبما فعله عند قيامته. لذلك موضوع الصليب، أنا أخذت جزء صغير، موضوع الصليب واسع بالعهد القديم قبل الجديد، يتكلم عن الصليب وعن موت هذا الفادي وعن كل المفاعيل والقوة اللي صنعتها الحياة. مجدا للرب يسوع. احنا إذا نتكلم عن حياة أخت ميرفد، أنا إذا أتكلم عن شخص حي، أنا ماذا أتكلم؟ I'm so proud. إنه أتكلم عن شخص هو قال عن نفسه في سفر في رؤيا يوحنا، ويتكلم مع الرسول يوحنا في رؤيا يوحنا اللاهوتي، أنا كنت ميت، أنا لي مفاتيح الهاوية والموت، أنا البداية النهاية الألف والياء، كنت ميت لكني حي إلى أبد الآبدين. إحنا نتكلم معكم عن شخص حي، عن إله حي، عن شخص ذهب للصليب برضاته هو، بمشيئته، وضع حياته وأخذ حياته بإرادته هو. إحنا نتكلم عن إله حي قادر يتواصل معك right now ويلمسك ويغير حياتك، لأنه عمل الصليب هو عمل أزلي أبدي. مجدا لهذا الإله الحي. هللويا. انت قلت انه ان حبه الحنطه دي كانت لازم تقع في الارض وتموت، ان المسيح هو الحياه، هو اتكلم عن نفسه انه هو الحياه. yes. وانه هو انا هو القيامه والحياه. yes. كانه انا السورس بتاع القيامه والحياه. yes. مفيش حياه ومفيش قيامه غير في يسوع. ويوحنا بيقول كل شيء به كان، الحياه كانت به، النور كان به. مجد للرب. هللويا. هللويا. أنا عايزة أرجع معاك وعايزة نتكلم، ماذا قدم لنا الصليب؟ ماذا صنع الصليب؟ نحن البعيدين الخطاة الأموات بالذنوب والخطايا زي ما الكتاب قال. يعني اللي قدم الصليب هو كثير على كل وجه حقيقة، على الجانب النفسي، على الجانب الجسدي، على الجانب الروحي. لم يترك أي خراب موجود بينا إلا الصليب عالج كل هذه التفاصيل. مثل ما أنت تفضلتي، رسول بولس برسالة أفسس والأصحاح الثاني يتكلم عن أمور عظيمة، ويتكلم 13. عن يعني وحده هذا الأصحاح ممكن يطلع منه كتب كثيرة. من كان يتكلم عن حالتنا في مطلع الأصحاح، كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، كنتم أبناء المعصية، كنتم تسيرون حسب أفكاركم، حسب رئيس هذا العالم، شهوات الجسد. يعني يسعني الوقت أنه نتكلم عن كل نقطة من هذه، لكنه كلها ممكن أوجزها أنه إحنا كنا أموات، كنا عبيد، كنا بعيدين، كنا بلا إله في هذا العالم، كنا بلا عهد، بلا وعد، كنا بلا أي شيء، غرباء، نزلاء، أجنبيين. كلمة أجنبيين وحدها أخت منال بيها يعني بيها معاني كثيرة. الأجنبي هو الإنسان اللي يتكلم
غير لغتي أو يتكلم لغة أنا ما أفهمها. دلوقتي أنا من العراق وأنت من مصر، لكن we can communicate لأنه still هي لهجات نفس اللغة العربية، لهجات مختلفة. لو دخل شخص من المكسيك من أي لغة أخرى صعب علينا، يا أما أنا أتعلم اللغة يا أما أنا محتاج مترجم. إحنا كنا أجنبيين، كنا نتكلم لغة غير لغة الله، كنا أفكارنا تختلف عن أفكار، كنا من different culture. كل العالم هو في culture، والله كان في culture بعيد، كان في عنده منطق مختلف، عنده ثقافة مختلفة، عنده حياة مختلفة، عنده لغة مختلفة يتكلم بها. لكن الصليب قربنا، احنا اللي كنا بعيدين صرنا قريبين بدم صليبه. وهذه في حد ذاتها القرب، هذا كان من الصعب جدا أن يتمتع به الإسرائيلي بالعهد القديم. كان عنده طقوس وأمور كثيرة ومطالب فقط حتى يدخل إلى خيمة الاجتماع. القدس كان من نصيب الكهنة، وتقديس وتغسيل وملابس وحياة وتدقيق. قدس الأقداس لا، it's big deal. قدس الأقداس مرة في السنة لشخص واحد مختار من الله، ليس بدم عن نفسه يدخل. يعني كانت process. احنا عايشين في عصر النعمة، في عهد النعمة، وننسى احيانا او نتجاهل انه نقرا العهد القديم. لكن لو قرانا العهد القديم راح نشوف مجد النعمة في العهد القديم. لذلك الممارسات هذه كلها الرب يسوع تممها، لم يلغيها قبل ان يتممها. أبطل هو ناموس الوصايا، لكن هو تمم بجسدي، هو تمم بحياته، هو تمم بصليبه، كل ما يطلبه الله كان عمل كامل. لذلك يقربنا إلى الله، لم يكن مجانا. بطرس الرسول يقول تألم لكي يقربنا إلى الله، فكان في ألم، كان في صلب، كان في موت، كان في دفن لكي ما يقربنا إلى الله. وإحنا اليوم متمتعين بالقرب مع الله بسبب عمل الرب يسوع على الصليب. وأحيانا نحاول أنه لا نقترب. أنا ما أريد أكون سلبي، لكن أنا أشجع كل شخص، ثمن قربي وقربك ودخولنا إلى الأقداس مكلف جدا، مكلف جدا. كان ثمن باهظ جدا فقط حتى إحنا نستطيع أن نقترب إلى الله بدون أي طقوس، بدون أي استعدادات. هذا لا يعني أنه حياتنا ما تكون قداسة، بالعكس. أنا قلت أنه والله الصليب لم يغير الله، لكن غيرنا لكما نستطيع أن ندخل إلى الأقداس بكل ثقة. الرسول يقول في العبرانيين لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بجرأة بدم يسوع المسيح. لذلك كثيرة هي مفاعيل الصليب، والقربنا خلانا نتكلم نفس اللغة، أعطانا فكر المسيح، أعطانا الخليقة الجديدة، غفران الخطايا. يعني بدون غفران الخطايا لا نستطيع أن نتواصل مع الله. غفران الخطايا هو الأساس. لذلك الرب يسوع هو على الصليب غفر حتى لصالبيه اللي هم لسه مش مؤمنين به، لكن أطلق الغفران وأعطانا هذا الغفران. إحنا اليوم متمتعين بهذا الغفران الكامل الحقيقي اللي مبني على أساس عمله على الصليب. كل الكرامة لإسمه المبارك. بالصليب ردنا المسيح لهويتنا الأصلية، الهوية المخلوقة على صورة الله في القداسة والبر. آمين. في المسيح إحنا اللي كنا غرباء ونزلاء، تحول وضعنا، بقينا رعية مع القديسين وأهل بيت الله. هللويا. إحنا بقينا أهل بيت الله. yes. مش بس كده، كمان بقينا أبناء مقربين إلى قلب الله، نقدر نتقرب في كل وقت إلى الله بدون ذبايح، بدون ناموس، بدون طقوس، في كل وقت. yes. الباب مفتوح. جست أنا محتاج أقبل عمل الصليب لأجلي، وأجي كل مرة بخطاياي وذنوبي عند الصليب، فأجد الباب مفتوح. هللويا. ندخل ونخرج. yes. ونجد مرعى. مرعى. زي ما الكتاب بيقول. هللويا. عايزة أرجع مع لورا نرنم، بس معانا تليفون أستأذنكم ناخده. معانا الأخ أبو مهند من الأردن، أهلا بيك حضرتك على الهواء. مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء النور. المسيح قام. حقا قام.
اسمحي لي أيها الأخت الكريمة بهذه الكلمة. تفضل. طلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره، لوقا 23-33. ثلاث صلبان كانت مرفوعة على أحد جبال القدس أورشليم. هذه الصلبان الثلاثة بماذا تذكرنا؟ صليب يوحي إلى قص مات بخطيئته، والثاني يوحي إلى صليب لص مات عن خطيئته، ولكن الصليب الثالث الذي في الوسط كان يوحي إلى المخلص الذي مات من أجل خطايانا. هنا قسم العالم إلى قسمين. القسم الأول الذين يرفضون المسيح يموتون بخطيئتهم، والقسم الثاني الذين يقبلون المسيح وعمله على الصليب فيموتون عن خطيئتهم التي دفع ثمنها منهم عنهم بدمه كي نموت عن خطيئتنا بمجرد قبولنا على المسيح. يجب أن ندرك بأننا لسنا بعد عبيدا للخطيئة، إننا سلمنا زمام الأمور للرب الحبيب فندين الخطيئة في داخلنا. شكرا لك يا أخو محمد، ربي يباركك، بشكرك جدا على المداخلة الرائعة. فالمسيح أخذ كل الذنوب والخطايا مسمرا كل الوصايا والفرائض والناموس اللي حكم علينا بالموت زي ما قال أبو مهند، وأعطانا حياة في المسيح. وكل من يقبل بخطاياه إلى الصليب تغفر خطاياه وتمحى خطاياه. لورا نرنم تاني ونرجع تاني مع جاني نتكلم عن القيامة. آمين. وقوة القيامة. آمين. يسوع احتمل الصليب من أجل السرور الموضوع أمامه. أنت سبب فرح، أنت سبب سرور لله. احتمل الصليب مستهينا بالخزي من أجلك أنت. تعالوا نرنم ترنيمة في طريق الجلجثة، قد سار يوما سيدي. قد سار يوما سيدي، والجنود تسعى كي تخلي الطريق، إذ تزاحم الجميع ليروا كيف يكافئ الصديق. كان ينزف حبيبي بصياط ضربوه، وبتاج شوك ربي ملكوه، بصراخ الهازئين وبحكم موت العار كرموه. في طريق الجلجثة سار إلى هنا الحبيب، سار طوعا واختيارا جثة. سار الحبيب إلى الصليب، مثل شاة ساق ربي للذبح أخذوه، وهو المسيح الذي انتظروه.
أجلي في طريق الجلجثة سار الحبيب إلى الصليب بدمه الكاري غفر جلجثة سار الحبيب إلى الصليب. هللويا. المسيح راح للصليب طواعية زي ما الترنيمة كانت بتقول، وهو مات لأجل الجميع لكي لا يعيش الأحياء فيما بعد لأنفسهم، بل الذي مات من أجلهم وقام. هو راح طواعية للصليب عشان إحنا ما نعيش بنفس الحياة القديمة عايشين بالذنوب والخطايا، لكن نعيش في جدة الحياة اللي أخذناها بالقيامة المسيح من الأموات. الحقيقة في قيامة المسيح كان في مشهد مختلف تماما. كتاب يقول إن الأرض تزلزلت وانشقت، وانشق حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل وارتجت الأرض. كانت قيامة مش عادية. ليه قيامة المسيح مختلفة؟ وليه المسيح حسب باقورة الراقدين زي ما الكتاب اتكلم؟ وليه إحنا لينا نفس هذه القيامة؟ وليه نعيش أموات وإحنا لينا هذه القيامة اللي أطلقت بكل قوتها في الأرض بقيامة المسيح؟ آمين. سؤال 10 أسئلة بعض. طيب، قيامة المسيح مختلفة لثلاث أسباب. في طبعا في أسباب كثيرة، بس أنا مشغول أتكلم عن الأسباب هذه. أول شيء، قيامة المسيح هي حتمية وهي محددة وهي هادفة. دي مش واضحة، ها، ثلاث نقاط. هي حتمية وهي محددة وهي ليها هدف. أول شيء هي حتمية لأنه هو حبة الحنطة اللي فيها الحياة ولابد أن تثمر. والرسول بطرس وهو بيتكلم سفر أعمال الرسل، أقرأ هذا الشاهد عن حتمية الرب يسوع، بيقول لأنه الله قامه ناقضا أوجاع الموت، لأنه كان غير ممكن أن يمسك منه، أي من الموت. فهو تكلم عن حتمية أنه يموت الرب يسوع. الرب يسوع بيوحنا 3 ويتكلم نيقوديموس، قال ينبغي كما رفع موسى الحية في البرية ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فحتمية الموت كانت موجودة، خطة الله، خطة الله، مشورة الله، يعني المحتمة، يعني الأكيدة. لذلك قيامة المسيح حتمية لأنه هو الحياة. كان غير ممكن أن يمسك من الموت، لا يمكن. هو راح للموت بنفسه، طواعية أضع نفسي، لسلطان أن أضعها ولسلطان أن أخذها. لذلك هي مختلفة لأنه حتمية. إقامة لعازر وإقامة بنت يايروس وابن الأرملة لم تكن حتمية من جهتهم، يعني ما في أي شيء فيهم يحتم أنه لازم يقومون من الموت. لكنه الرب يسوع بحكمته وبحنانه، especially ويا المرأة الأرملة، تحنن لأنه كان وحيد وهي كانت أرملة، ولمس النعش ولك أقول قم، وقام شاب وأعطاه لأمه. لكن مع المسيح كانت حتمية لأنه هو الحياة، وكانت محددة لأنه 3 أيام، يعني مش محاولات للقيامة
You know what I'm saying؟ يعني هي كانت حتمية ومحددة. وشوفي هو بيتكلم مع التلاميذ في إنجيل متى صحاح 16، من ذلك الوقت والعدد 21، من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم. شوفي هاي الحتمية، هاي الوجوبية، ينبغي لأنه ليه هدف، ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فهو بيتكلم عن بلان، ما في مفاجآت، ما في أي شيء خرج عن سيطرته، كل شيء محتم ومحدد متى وأين وكيف. لذلك حتمية لأنه هو الحياة، محددة هي 3 أيام. وفي كريستيان جوك أكيد سامعتها، يوسف لما أعطى القبر حتى يدفن فيه الرب يسوع، فلما رجع للبيت يوسف الرامي، فمراته بتقول له يعني إحنا كنا مشتري وإتس براند نيو وأنت رحت اديته لحد إحنا من يعني وي دونت نو هيم، فقال لها إتس أوكي جست فور ا ويكند. هللويا، جست فور ا ويكند. يسوع كان أونلي ذا ويكند بالقبر من أجلك ومن أجلي. كانت الحتمية والمحدودية أو التحديد كان موجود. أما الهدف فالرسول بولس بيتكلم عن هدف قيامة المسيح في رومية 4:5، الذي أسلم من أجل خطايانا وهذا هو الصليب، وأقيم لأجل تبريرنا. فهي كانت حتمية، كانت محددة، وكانت لهدف، ليس لأنه فقط هو الحياة ولا يمكن أن يمسك منه، لكنه لأنه كان نصيبنا الموت وكان لابد أنه يعني نقام به. لذلك أنا أعتبر صح الرب يسوع هو بيتكلم عن آية يونان، أنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام هكذا يكون بالإنسان، لكنه أنا يعني أؤمن أنه قيامة المسيح ليست بمعجزة. قيامة المسيح ليست بمعجزة لأنه حتمية، لكن قيامتنا نحن هي المعجزة الكبيرة. لذلك هو قام بنفسه. This is normal to him. قام بنفسه وبروحه، والله أقامه. وهذا يتكلم عن الثالوث اللي يعمل مشترك في هذه يعني في هذه العملية. المعجزة هي إقامتنا نحن معه، لأنه إحنا ما فينا أي شيء، لا يوجد فينا حياة، لكن دبت الحياة فينا حينما صلبنا مع المسيح. فهو أخذنا حبة الحنطة، هاي أخذتنا بالتجسد. إحنا قلنا القشرة هي التجسد، فهو أخذنا لتلك التربة ودفننا معه، وإحنا نمارس هذا الشيء في المعمودية. صح، في كل مرة إنسان يعني يقبل الرب يسوع ومدفونين معه في المعمودية، وإحنا يعني ننزل في الماء في المعمودية كأنه أنا مت مع المسيح. ليس كأنه، أنا مت مع المسيح روحيا، صارت قبل 2000 سنة مع المسيح. أنا ما كنت مولود لكنه كنت موجود هناك في حياته وفي فكره. كنا موجودين فيه. yes. Yes. مرة أذكر مرة بنتي هي 16 سنة 16 ونص، بس لما كانت يمكن 12 سنة فاجأتني مرة من المرات تقول لي داد لما when Jesus crucified، لما هو صلب إحنا ما كنا مولودين بس كنا موجودين. فأنا قلت لها where did you get this from؟ فقالت لي إحنا معاه، إحنا صلبنا معاه. فأنا أؤمن أن الروح القدس يعطي هاي الإعلانات. أنا كنت متفاجئ يعني من أنه عمرها 10 سنين أو 12 سنة كان، كنت متفاجئ أنه الروح القدس أعلن لها. صدقيني أنا ما كنت قايل هذا، أنا كنت أواز شاكت يعني. لذلك أنا أشجعك أخوي أختي، لو أنت مستغرب من قصة الصليب، لو أنت شايفها إهانة لله أنه يتجسد، مش بس يتجسد ويروح للصليب ويصلب يقتل ويدفن ويقوم، لو أنت شايفها معضلة بالنسبة لك أو إلك أنت كأخت، أنا أدعوك أنه تطلب من الله أنه يكشف لك أسرار هذا العمل العظيم، أسرار التجسد، أسرار الصليب والأمور اللي حدثت في الصليب والخفايا اللي والانتصارات اللي حققها المسيح على الصليب من أجلك ومن أجل. لذلك هي تعلن بالروح القدس. yes. إحنا كنا مسيحيين اسميين لكن ما كنا نعرف، كنا نعرف القصة just the story. yeah. إنه يسوع تجسد، ولد،
تجسد وصلب ودفن وقام، وكنا نحتفل ونعيد، لكن ما كان لها أي تأثير في حياتنا، لأنه أنا ولد في عائلة مسيحية فأنا يعني تربيت على هاي الأمور. لكنه المقابلة، المقابلة مع المصلوب المقام من بين الأموات هي اللي أعطت الحياة. المقابلة وحبة الحنطة، كيف أدركت أنه أنا كنت في التراب معه، أنا كنت في القبر معه، أنا كنت على الصليب معه، واليوم أنا أيضا معه في السماويات. إحنا نؤمن أنه إحنا مع المسيح في السماويات، لابد أن نؤمن أنه كنا معه على الصليب as well. أمين. لأنه إحنا مش في السماويات، يعني بالجسد إحنا على الأرض، لكنه لكن مقامنا إحنا فيه في السماويات. يس، إحنا فيه في السماويات وفيه كنا على الصليب وكنا مدفونين معه. لذلك قوة القيامة هي حياة المؤمن. قوة القيامة هي نصيب المؤمن، هي ليست نصيب المسيح فقط، كل ما للمسيح هو لنا. أنا ما أريد أسترسل كثير بالكلام وقاطع، لكن أنا عايز أقول زي ما كان الموت بإنسان، زي كتاب ما كان بآدم، الموت كان بسبب خطية آدم، كانت القيامة كمان بإنسان اللي هو يسوع المسيح. أمين. وما فيش قيامة في حياتنا غير في يسوع. المسيح على الصليب قال قد أكمل. أمين. هو أكمل العمل بالكامل، مش محتاجين نعمل أي حاجة، مش محتاجين نقدم ذبائح ولا عبادات ويعني ولا أي حاجة ولا تمن نقدر ندفعه قدام المسيح عمل، وده اللي نقصده. المسيح دفع التمن بالكامل وأكمل كل شيء على الصليب. هو دفع الثمن لأنه ما نقدرش ندفع الثمن. مزبوط. يعني النعمة مجانية، ليست لأنها رخيصة، بالعكس لأنها غالية جدا، ويعني no one can handle it. هللويا. لأنه يعني إشعياء لما بيتكلم عن ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. الملابس هذه هي سماوية، وسعرها ثمنها هو سماوي، ثمنها دم المسيح. دم المسيح. لذلك لا بفضة، الرسول بطرس بيقول عالمين هذا أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، لأنه ملابسنا لن تفنى، ملابس الخلاص، ثياب الخلاص، خليقة جديدة لن تفنى، بل بالعكس سنرى ونتمتع بمجدها لما نروح للمكان اللي صنعت فيه. هناك صنعت الملابس، هناك كان الديزاين، هناك كان كل واحد بينا ملابسه. لذلك لما دخل الغريب صاحب العرس قال له يا صاحب ليس عليك لباس العرس، كيف أنت داخل بدون لباس العرس؟ لذلك اللباس يصمم هناك لكن يلبس هنا. أحبتي لا يوجد شيء في السماء تغيير بالقرارات، القرار يتخذ من الأرض. أرجوك لا تأجل ولا تفكر أنه هو غفور رحيم. هو غفور رحيم على الصليب، هو غفور رحيم علي وعليك على الأرض، لكن ونس خلعنا هذه الخيمة، ونس إحنا متنا والروح انفصلت عن الجسد، القرار اللي أنت أخذته على الأرض ستجده بالسماء. لذلك الملابس تصمم في السماء لكن توزع على الأرض ونستمتع بها بالسماء. هللويا. هنكمل في الحتة دي تاني. أمين. بس ناخد شوية تليفونات. أمين. ونرنم مع لورا ونرجع نكمل في الجزئية دي. معنا الأخت نيهال من لندن، أهلا بيكي حضرتك على الهواء. سلام ونعمة يا أخت منال، برحب بحضرتك وبالأخت الجميلة لورا وصوتها الجميل والأخ جوني، بجد ربنا يعوضكم تعب محبتكم أضعاف أضعاف باسم يسوع. وكل سنة وكل شعب الرب طيب بمناسبة قيامة الرب يسوع الذي قام وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. هللويا. ولا مليون برنامج يكفي ولا يوفي ما فعله الرب يسوع من أجلنا. نعم، لقد صلب ومات وقام منتصرا، بل وأعطانا هذا الانتصار وهذه الغلبة. وأصلي أن النهاردة يكون في استرداد لكل مسلوب في حياتنا وامتلاك لأراضي كثيرة جديدة باسم الرب يسوع. عجبني جدا الكلام اللي كلمتنا بيه يا أخ جوني، والرب يباركك ويوسع تخوم خدمتك. بس عندي سؤال لحضرتك بخصوص النقطة اللي كلمتنا فيها عن أنه في الصليب تم غفران خطايانا بالكامل. فالحقيقة ليا صديقة من الحظيرة الأخرى قالت لي إيه الفرق
ما الإنسان كان بيخطي قبل قبوله للصليب واستمر يخطي بعد قبوله لعمل الصليب، ويمكن بيعمل ويكرر نفس الخطايا. فازاي نقدر ونرد على السؤال ده؟ والشق التاني من سؤالي برضو بخصوص الغفران علشان نطبق اللي سمعناه عمليا. كنت بتكلم مع اتنين بينهم خلاف، والحقيقة في طرف كان مجروح جدا ومش قادر يغفر للطرف التاني لتكرار نفس الخطأ. ولما قلت ان السيد المسيح غفر لصالبيه وحتى لأعدائه وانتم مش أعداء، فكان الرد انا مش المسيح، انا مش إله، انا انسان وليا مشاعر واحاسيس، ولو استمريت في الغفران على طول كده هيميك ده مطلب مني، يعني هيستغلوني، والمسيح معلمناش كده. فايه رأي حضراتكم ازاي نرد على النوعية دي من الناس؟ ومعلش اخر حتة، هل لو الطرف قال انا غفرت بس مش عايز يكمل التعامل مع الشخص الاخر، هل هذا غفران حسب قلب الله؟ ارجو التوضيح ورب يبارك. شكرا جدا يا اختي نهال، ربي يباركك. طيب السؤال الاول، سألت حاجات كتير نهال. كنت حاول يعني اوكي، السؤال الاول كان عن غفران المسيح، صح؟ المسيح غفر الخطايا، واحنا هنفضل قبل صليب المسيح كنا بنخطئ، وبعد صليب المسيح بنخطئ، متهيألي وهنفضل نخطئ الى بس الفرق مجيء يعني المسيح. الجزئيه هذه طول انه ما احنا في هذا الجسد، طبعا، بس الاختلاف راح يكون انه قبل الصليب نخطئ وبعد الصليب راح نكمل نخطئ. This is not right، لانه المولود من الله لا يخطئ، بمعنى انه لا يستمر في حياه الخطيه. غفران الله لينا هو عطية، لكن هناك نعمة الله اللي غيرتنا. فأنا الخطايا اللي كنت أعملها، أنا جوني، الخطايا اللي كنت أعملها بالماضي قبل أن أتقابل مع المسيح، لا يمكن أن أكون دا أعملها بنفس الكيفية وبنفس الراحة وبنفس الكمية. لذلك الصديق يسقط ويقوم، لكن قبل الصليب إحنا كنا ساقطين ولا نقوم، هذا الفرق. لذلك السقوط في بعد الصليب هو طارئ، هو شيء يحدث ممكن حدوثه، لكنه قبل الصليب كان حالتنا المستمرة. أنا أقصد بكلمة طارئ يعني شيء يحدث ويذهب. لذلك حتى أنه راح أبقى أنا أغلط والمسيح راح يبقى يغفر، المولود من الله لا يفكر بهذه الطريقة. المولود من الله يسكن فيه الروح القدس، الروح القدس القدوس، لذلك أنا ساكن بي الروح القدس. المولود من الله لي فكر المسيح، المولود من الله لي قلب جديد، لحم محفورة فيه وصايا الله. المولود من الله هو شخص يتمتع بالعلاقة اليومية الحقيقية مع كلمة الله ومع الله نفسه. لذلك لا يمكن لإنسان يعيش مع الله ويستمر في الخطايا. ناو مش راح نخطئ، راح نخطئ، لكنه أنا بخطئ، أنا أعرف أنه أنا بعمل شيء عكس طبيعتي الجديدة. بالماضي كنت أعمل كل شيء موافق لطبيعتي القديمة، لذلك لا يوجد تأنيب. بالعهد الجديد وفي الخليقة الجديدة وفي الحياة الجديدة أنا بعمل حاجة عكس طبيعتي، لذلك أنا مش راح أكون مرتاح. لذلك أنا راح أفكر قبل ما أخطئ، وراح أفكر أنه الخطية هاي أول شيء راح تضرني أنا وراح تضر علاقتي مع الله. أتمنى أكون واضح. لا، الخطية غير مصرح بيها في العلاقة مع الله. الصليب لم يغير الله، الصليب غيرنا لنكون قديسين. مظبوط، لأنه الخطية والإنسان العتيق صلب مع المسيح على الصليب. لذلك الصليب هو للإنسان العتيق، والقيامة هو للخليقة الجديدة. الصليب هو يتعامل مع إنساني العتيق الفاسد، والقيامة أنا كنت حاب أركز عليها شوية بس لأنه الأخت نهال سألت، القيامة تتعامل مع الخليقة الجديدة اللي أنا عايش بيها، لأننا لسنا عبيد للخطية، لست عبيد، لست تحت سلطان الخطية. وإن الكتاب قال وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله، موجود رب يسوع، موجود. كتاب قال انه في كل مره هنقع في الخطيه، وده حالنا كحال البشر، لكن في كل مره نقع للخطيه لازم نجري على الصليب
ونقدم توبة واعتراف كامل بخطايانا وناخد غفران وحرية من رب، ونتأكد أنه إحنا ستغفر خطايانا. أنا أريد أركز على هذه النقطة. مزبوط. أي خطيئة مهما كانت، وهذا مش تصريح، أنا مش من اللي بيعلموا أنه go do whatever you want. No. بس بنفس الوقت لو أنت تايب صح وندمان على الخطيئة اللي أنت عملتها، immediately راح يغفر، already غفر لك، هو غفر. تمتع بالغفران، لأنه مرات نبقى نكرر سامحني يا رب سامحني يا رب سامحني يا رب، وكانه الله قاعد ويعني بيفكر يغفر أو لا. It's not like this. هو غفر already، هو يريد أن نتمتع بهذا الغفران، هو يريد يرجع العلاقة أكثر من ما إحنا نريد نرجع العلاقة مع الله. لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم وإن جلست في الهوية فالرب نور لي. دايما الخلاص وباب الخلاص مفتوح في كل وقت، أنا بس علي أن أنا أقبل هذا الخلاص. السؤال الثاني كان اتكلمت على الغفران، يمكن مش موضوع حلقتنا، لكن متهيألي عمل الصليب والقيامة في حياتنا لازم يخلينا نغفر. لازم يخلينا نغفر، والموضوع العلاقة يعني استمرارية العلاقة شيء، وغفران لشخص. أنا لازم أغفر لشخص ليس لمصلحته، أنا أريد يعني صح. الغفران هو لخيرك مش لخير اللي أنت تغفر له، هو لخيرك أنت، لأنه علاقتك مع الله سوف تتعطل. أما استمرارية العلاقة it's your choice، لكن في سلام، أنا أبقى غافر، أنا أبقى أصلي، أكون مستعد يعني to help this person if he needs anything. Yes. أنا أكون دائما جاهز مثل ما المسيح جاهز لأي خاطي يلجأ له بأي لحظة. لذلك غفران شيء واستمرارية العلاقة، ما عندناش أي خيار قاعدة. آخر للغفران يعني حسب لازم ما ربنا يريحك. yes. بس عندي خيار أنه أكمل العلاقة أو لا. مصبوط. معنا تليفون تاني، معنا الأخت فريال من لندن. أهلا بيكي حضرتك على الهواء. ألو أخت منال، سلام ونعمة المسيح معك ومع ضيوفك الكرام. أهلاً بك. المسيح حقا قام وأقامنا معه. هاليلويا. آمين. آمين. المسيح لو لم يكن المسيح قام له كل المجد وقبره فارغ، لكان إحنا إيماننا فارغ وليس لنا رجاء بعد الموت بالحياة الأبدية والخلاص. وأنا حابة فقط أقول للذين ينكرون أو يشككون بصلب المسيح وقيامته وأن المسيح له كل المجد، هو الله الضار بالجسد، فقط لو يقرون بإمعان عن تومة لما ظهر الرب يسوع له كل المجد بعد القيامة للتلاميذ، تومة ما صدق، قال لهم إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع أصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبي لا أؤمن. فالرب يسوع المسيح له كل المجد بعد 8 أيام دخل أيضا وقال للتلاميذ سلام لكم، وكان توما معهم. ماذا قال لهم رب المجد؟ قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي، لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له ربي وإلهي. قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. آمين. يعني في ثلاث أدلة على حقائق من هذا الأعداد اللي قرأتها، دليل قاطع أولا على صلب المسيح آثار المسامير، وعلى قيامته ظهوره للتلاميذ وتوما اللي كان يشك شافه بعينه قيامته بعد 3 أيام وهو حي، وأيضا دليل قاطع على أن المسيح له كل المجد هو الله الظاهر بالجسد لما قال له توما ربي وإلهي. الرب يسوع المسيح ما رفض أنه يقول له توما لا تقول أنا ما رب ولا إله، لا ربي وإلهي. فإذا الله المسيح له كل المجد، صلب وقام بعد 3 أيام وهو حي، وأيضا هو الله الظاهر بالجسد. وأيضا اللي لمس قلبي يا أخوتي الأفاضل، كيف أنه توما هو شك، لكن الرب يسوع له كل المجد بحنيته ولطفه وبمحبته، ما قال أي كلمة
قاسية لتوما، بل بالعكس قال له بكل حنان كعادته وكل لطف وكل محبة، تعالوا شوف ضع يدك في المسامير في يدي وفي جنبي حتى تعرف. فله كل المجد، وأنا أصلي لكل من يشك وكل من لا يؤمن بصليب المسيح وبقيامته وهو حي وهو الله ظاهر بالجسد، أن الرب بروح القدوس يفتح قلوبهم ويلمس ويفتح أذهانهم وحتى يعرفون الحق والحق يحررهم، اللي هو الرب يسوع المسيح، له كل المجد. والرب يرحمهم، وصلاتنا أيضا دائما لأجل خلاصهم. شكرا والرب معاكم ويقويكم. رب يباركك. كان الموت بإنسان والقيامة بإنسان. المسيح صار بكورة الراقدين. كل اللي ماتوا في العهد القديم حتى وقاموا من الأموات ماتوا مرة تانية. صح. واللي أقامهم المسيح في العهد الجديد ماتوا وأقامهم المسيح، لكن ماتوا مرة تانية. صح. لكن يسوع وحده هو اللي لم يموت أبدا. آمين. هو عشان كده أصبح المسيح بقورة الراقدين. وإحنا عيوننا على هذه، على يسوع بقورة الراقدين، الإله العظيم المذبوح لأجلنا والمقام من الأموات، علشان نعيش في جدة الحياة. هللويا. نعيش في قيامة دائمة. واحنا عايزين نعرف منك يا جوني ازاي نعيش القيامة كل يوم في حياتنا. بس بعد ما لورا ترنم. هللويا. حول الظلام إلى صبحي.
والموت لي حياة، لنا الحياة به والقيامة، لا يقدر إبليس أن يضعفنا، يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا، يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا. هيا نعلي نهتف نغني لملك يسوع في وسطنا، رب الأرباب رفيع في المجد، سلطانه على الكل اعتلى، يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا، يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا، هي غالب الأعداء بمجد وبسلطان، قوتي يمتك فينا، بنعشها بالإيمان، يا غالب الأعداء بمجد وبسلطان، قوتي يمتك فينا، بنعشها هللويا. يا غالب الأعداء يسوع بمجد وبسلطان، الرب يسوع على الصليب غلب الخطية وجرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا به. هللويا. فيه في الصليب yes. المسيح جرد العدو من كل سلطانه ومن كل رياسة، ما بقاش ليه سلطان علينا، ولا الخطية ليها سلطان، ولا الموت ليه سلطان، ولا إبليس ليه سلطان علينا. ازاي نعيش هذه الحياة اليومية اللي فيها قوة وفعالية القيامة دي في كل أمر بنعدي فيه كل يوم، بنعيش القيامة كل يوم في حياتنا، القيامة اللي أعلنت في الأرض، قوة القيامة دي بقيامة المسيح أعلنت في الأرض، القوة دي موجودة حوالينا بالروح القدس، كل اللي علينا إن إحنا نمسك فيها ونعلنها كل يوم ونعيش القيامة كل يوم. ازاي جاني نعيش القيامة كل يوم؟ امين. ده مستوى الحياة اللي المفروض نعيش مستوى وفيه كمؤمنين ونوعية. ونوعية انا مصرود. كنت زمان لما اسمع قوة القيامة وتعيش القيامة، وممكن تكون عند البعض مش واضحة، لكن انا الرب وضح لي اياها انه واحدة من معاني القيامة البسيط، يعني معنى بسيط وبديهي جدا، هو حياة. يعني شخص كان ميت وعايش وقام، صح؟ قيامة، يعني لما اقول اليوم يوم قيامة، يعني يسوع قام، يعني كان ميت وقام، وقام، صح؟ يعني بسيطة جدا وسهلة فهي حياة. القيامة معناها حياة. فلما احنا نقول احنا محتاجين نعيش قوة قيامة المسيح، احنا محتاجين نعيش قوة حياة يسوع. فهي القيامة هي نوعية حياة يسوع، الحياة اللي في يسوع، الحياة اللي عند يسوع، سلوكيات يسوع، فكر يسوع، نظرة يسوع للعالم وللخطية وللشيطان وللأمور وللخطاط، نوعية الحياة أنا أمتلكها، يعني أنا أمتلك حياة يسوع بالكامل، ويسوع أعطاني إياها. أنا كنت في حبة الحنطة، صح؟ أنا مت مع المسيح، أنا كنت مع هاي الحبة. فلما نبتت هذه السنبلة، هي وحدة بعد، هي وحدة، هي خرجت من هاي الحبة لكن تملك كل مواصفات الحبة اللي وضعت في الأرض، صح؟ متفقين؟ يعني لما نحط حبة حنطة أنا راح
يعني احصد حنطه، لو خليت حبه خيار حتطلع، لو حبيت لو خليت حبه اي 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 منتج راح يطلع نفس النوعيه. احنا لنا في القيامه نفس نوعيه حياه يسوع. امين. بسيطه لكن قويه جدا. في كل مره اكون موجود في موقف مع العدو، ان كان نفسي روحي جسدي، انا محتاج اذكر انه انا عندي نوعيه حياه. لو كان يسوع في هذا الموقف كيف كان راح يتصرف؟ يسوع المقام من بين الاموات الحي اللي موجود هو الان في وسطنا، واللي اعطاني هذه القيامه، واللي اعطاني هاي القيامه واقامني معه، فاعطاني نفس نوعيه الحياه. لذلك لما نقول انه انا محتاج اعيش قوه القيامه، انا محتاج اعيش حياه يسوع. في كل مره اختار انه اعيش حياه جوني راح اسقط. وجوني لا يمكن يقف امام العدو، جوني لا يمكن ان يقف امام الخطيه، ولا يستطيع ان يقف امام الموت. لكنه لما دي يتكلم عن البقيه التقيه في سفر الرؤيا يقول لم يحبوا حياتهم حتى الموت. لذلك حتى امام الموت في قيامه يسوع وفي حياه يسوع انا استطيع ان لا اخاف من الموت. ممكن الناس يخاف من الموت لانه بعد الموت هو اللي يخلي الموت مخيف، المجهول اللي موجود فيه والغموض اللي موجود فيه. لكنه عن الرب يسوع مكتوب انه ابطل الموت، انار لنا الحياه والخلود بواسطه الانجيل. لذلك احنا الحياه بعد الموت ليست مجهول، ليست ظلام، لكنه انارها لنا. وهو قال حيث اكون انا تكونون انتم ايضا، اتي ايضا واخذكم الي. لذلك احنا رايحين عنده، احنا ذاهبين اليه هو. احنا مش موعودين في مكان، ولا موعودين بمغريات، ولا موعودين بمكافآت أرضية. ويوجد مكافآت لكنه روحية، لكن احنا ميراثنا هو شخص الرب يسوع. المكان اللي يكون بيسوع هو السماء. لذلك قوة الحياة، قوة القيامة هي نوعية حياة أعيشها يوميا. هسه ممكن شخص يسأل يعني أنا عايش 100%؟ نو، لأن أنا إنسان وأنا ممكن أضعف. وأنا أكون صريح، أحيانا ممكن خيارات يسوع ما تكون، خيارات حياة يسوع ما تكون مناسبة إلي مرات، فأختار يعني أختار خياراتي، لكنه أندم سريعا وأرجع للرب وأقول له كلامك كان صح واختياراتك صح وحياتك هي صح. لذلك قوة القيامة تتعامل مع الخطية، مع الموت، مع الشيطان، حتى مع الخطاة اللي من حولنا، حتى مع الأخت اللي قبل شوية سألت عن هل ممكن أبقى أغفر إلى أجل غير مسمى؟ نعم، يسوع أعطانا هذه الإمكانية لأنه أعطانا حياته. يسوع لازال يغفر، سيبقى يغفر، ليس لأنه هو ضعيف، ليس لأنه هو محتاج، بس لأنه هو يعلم أنه الغفران هو أساسي في حياة القيامة. لا يوجد حي لا يغفر أو مقام من بين الأموات. موضوع كبير، وأنا أعرف ممكن أكون يعني ما أعطي حقه، لكنه ربي يوصل الكلام. أمين أمين ربي يباركك جوني. إحنا الحياة عندنا خمس دقائق، أنا مش عايزة الحلقة تخلص، بس عندنا خمس دقائق almost. بس أنا عايزة نعمل حاجة، أنا عايزاك تصلي معنا ومع كل المشاهدين النهاردة أن قوة القيامة النهاردة تأتي على كل حد فينا، كل حد فقد حلمه وشاف أنه مات، أنه حلمه ده ليه قيامة. كل حد فقد رؤيته وضل الطريق وتاه، انه ليه قيامه انك تقدر ترجع لطريقك اللي رب عايزه. انه كل حد عايش في عمق الخطيه النهارده ليه قيامه. كل حد عايش في مرض صعب، في امور صعبه، حتى الناس اللي يمكن في ناس مرضى بامور صعبه، في ناس في كومه ومش عارفين هيقوموا منها، النهارده روح قدس يعلن ليهم وينادي عليهم النهارده بالقيامة. انا ممكن اشارك بشيء واحنا قبل ما نصلي. انا كنت يعني مركز انه اقول، والرب فكرني بي مره كنت اصلي عن موضوع انا فشلت فيه، وكنت مع الرب وكنت بقول يا رب انا فشلت، وصوت الرب كان واضح تماما، انا متاكد 100% لان شفت النتائج. الرب قال لي ارمي كل فشلك عند الصليب. وانا يعني سويت هذا الشيء روحيا، قلت له يا رب
هذا الموضوع اللي أنا فشلت أنه أتممه وهو سبب تعب لي، أنا أرميه عند صليبك، لأنه كل فشل، كل خطية، كل مرض، كل عار مكانه عند الصليب. كل مجد، كل رفعة، كل قوة، كل شفاء، كل رفعة نصيبها هي عندك. لذلك راح نصلي أنه تستلم نوعية، حتى لو كنت أنت مؤمن لكن عايش في فشل، عايش في ضعف، عايش في سيطرة معينة لعادة معينة لقيد لمرض، راح نصلي بكل بساطة: يا رب أنا أستلم نوعية هذه الحياة، يا رب أنا أصلي من أجلنا نحن اللي موجودين في الاستوديو، كل شخص يا رب نصلي من أجل كل شخص يسمعنا الآن عبر البث المباشر أو من خلال الإعادة، أنه ترسل قوة قيامتك، قوة حياتك، نوعية حياتك. أرجوك أخوي وأختي استلم الآن، receive it in the name of Jesus. قل يا رب أنا أستلم نوعية حياتك، حياة يسوع الوديعة المتواضعة القوية المنتصرة، نوعية حياة مقدسة، نوعية حياة مختلفة، نوعية حياة يومية، ليست فقط في الكنيسة وفي المؤتمرات وفي اللقاءات الروحية، لكن نوعية حياة أعيشها، أنام، أصحى، أعمل، أخدم، أسوي أي شيء بنوعية هاي الحياة. يا رب أنا أصلي بالروح القدس أنه تحفظ هذه الكلمات وأنه تصل لكل شخص رفع قلبه إلك في أي مكان بالعالم، من أي لهجة، من أي لغة، من أي لون. أنت لا عندك تمييز ولا عندك أي شيء، لكن أنت تصل للجميع لأنك أنت تحب الجميع. نباركك ونعظمك لكل الكرامة وكل المجد. آمين. آمين. إحنا عندنا 2 minutes بس مش هنسيب لورا، لازم نرنم. عايز أشكركم قوي وهطلب من أخونا المخرج يخرجنا من اللايف وإحنا بنرنم وبنسبح مع لورا. بشكركم جدا، ربي يبارككم، بشكركم. أنا عارفة سوقتوا مشوار طويل قوي عشان تكونوا موجودين في الحلقة. ربي يعوض تعب محبتكم وخدمتكم، يستخدمكم بكل مسحة وقوة. آمين حبيبتي. ترنمي إيه لورا؟ يس، راح نرنم: سحقت قوة الموت وقمت، قمت قام الرب منتصرا على ظلمة الموت. هللويا.
يسوع جه وقال أنا الكرمة الحقيقية، كنت كمال الأبصار ولازم تثبتوا فيا. الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم، بتذيع بشرى وسرور وبتطرد كل هموم. شريه